السلام عليكم طلاب، محاضرتنا اليوم هي عملية الدرفلة رولينج. وعملية الدرفلة هي عملية تشكيل المعدة بين دراسيل دوار عن طريق ضغطه بينهما من أجل الحصول على الشكل والحجم المطلوب. تتضمن عملية تشكيل هذه نقصان في سمك المعدن المشكل مع زيادة في الطول والعرض. يستخدم الدرفل للحصول على الألواح، القضبان، البكرات، الأنابيب والأشرطة المعدنية وغيرها من المنتجات والأشكال الأخرى. الدرفلة هي واحدة من أهم تقنيات عمليات التشكيل. على سبيل المثال، يتم استخدامها لتقليل المقاطع العرضية للسبائك والألواح الكبيرة لإنتاج مجموعة واسعة من المكونات النهائية، وتشمل هذه قطاعات الفولاذ الهيكلي، حيث يتم تصنيع الألواح جسم السيارة وألواح حاويات الغذاء كذلك المشروبات. وتختلف الدرفلة في الحجم، حيث يتم إنتاج ألواح يدويا، كذلك يتم إنتاج وحدات تتطلب آلاف القوى الحصانية. أما بالنسبة للنقاط البارزة حول الدرفلة، فإن الدرفلة هي أكثر عمليات تشكيل المعادن استخداما على نطاق واسع، وتبلغ حصتها تقريبا 90% من عمليات التشكيل. يتم سحب المواد التي يراد درفلتها عن طريق الاحتكاك بين الفتحة التي يتم دخول المعدن المراد تقليل سمكه بين الدرافيل، بالإضافة إلى تقليل قوة الضغط المطبقة على البكرات من سمك المادة وتغيير مقطعها العرضي، حيث تقوم الدرافيل بتقليل السمك للمعدن الذي يدخل بين الدرفيلين بواسطة القوة المسلطة على الدرافيل. تعتمد الأشكال الهندسية للمنتج على شكل الفجوة بين الدرافيل. ومن المعادن التي من الممكن درفلتها على البارد هي النحاس، أما الفولاذ فيتم درفلته على الساخن. إن عملية الدرفلة على البارد تتم المهام التالية: ضبط الأبعاد والمقاسات إلى حد كبير، وتحسين المظهر الخارجي وإزالة الطبقة المتأكسدة، بالإضافة إلى تحسين في بعض الخواص الميكانيكية مثل الصلادة ومقاومة الشيء. وتعتبر صفائح معدنية رقيقة السمك من أهم المنتجات لهذه الطريقة. هناك خواص مهمة يجب توفرها في المعدن التي يتم درفلته، وأهم هذه الخواص هي قابلية المعدن للانسياب نتيجة الضغط المسلط عليه وبدون أن ينكسر. كذلك يجب أن تكون لها قوة تحمل كبيرة حيث لا يفشل تحت الضغط. أما الدرفلة على الساخن فتكون الأساس نفسه لعملية الدرفلة على البارد، لكن الاختلاف الأساسي هو في درجة الحرارة، حيث تكون أعلى من درجة الحرارة تعاد تبلور، وتعتبر خطوة أولية في إنتاج الصفائح والألواح المعدنية بسبب صعوبة السيطرة على أبعاد المنتج بعمليات الدرفلة على الساخن، في حين تبرز أهمية الدرفلة على البارد في الاستعمال لتشكيل منتوجات الدرفلة على الساخن في المرحلة النهائية. الدرفلة عادة العملية هي الأولى في تحويل المواد المسبوكة إلى منتجات مشكلة نهائيا. يكون ناتج عملية الدرفلة هي البلوم، والذي يكون مقطع مربع الشكل أو السلاب، مقطع مستطيل الشكل أو الرول، مقطع مدور أو البلط مربع لكن أصغر من البلوم. ومن الممكن أن تكون عملية الدرفلة خاصة على البارد عملية نهائية لأجزاء الهياكل. كما تعد العملية الدرفلة من ناحية الإنتاج الكمي عملية الأكثر شيوعا من بين عمليات التشكيل الأخرى، وعادة تكون الدرافيل مكلفة وباهظة، تستخدم لإنتاج الأشكال القياسية. أما بالنسبة للدرفلة الساخنة فيمكن إنتاج الأشكال القياسية لأجزاء الهياكل، وتستعمل لإنتاج مقاطع الهيكل مثل البيم وسكك الحديد والبارز، أما مدور أو سداسي والصفائح الشيت والبليت. أما بالنسبة للدرفلة على البارد فيمكن إنتاج الصفائح اللي هي السكريب والشيت، ويستعمل للحصول على دقة ومقاومة وإنهاء سطحي أفضل. الشكل التالي بين منتجات عمليات الدرفلة، حيث البلوم يعطينا مقاطع البناء، بالإضافة إلى البلط يعطينا إلى قضبان وأسطوانات وأسلاك، بالإضافة إلى السلاب يعطينا ألواح وصفائح كما مبينة في الشكل 3-8. أنواع عمليات الدرفلة على أساس الشكل الهندسي لمنتوج عملية الدرفلة. عندنا الفلات رولينج، تستخدم لتقليل سمك المقاطع المستطيلة، بالإضافة للشيب رولينج،
اللي هي الدرفلة التشكيلية، وهنا هي شبيهة بالدرفلة المستقيمة، لكن الدرافيل تحتوي على محيطها تشكيلات تناسب المقطع المطلوب إنتاجه. تستعمل لإنتاج درفلة معادن باستقامة وطول كبير كمقاطع البناء الفولاذية مثل السوليد بار، الآي بيم، والسكك الحديدية. وتحتاج هذه الدرفلة إلى أشواط متعددة، وذلك لأن المقطع يتم تشكيله تدريجيا شيئا فشيئا خلال كل مرحلة. مثال على ذلك إنتاج مقاطع على شكل حرف H. بالإضافة إلى أن هذه الدرافيل تصمم بخبرة كبيرة لتجنب حدوث العيوب الخارجية والداخلية ولضبط الأبعاد ولتقليل بليان الدرافيل. عمليات الدرفلة التي تعتمد على درجة الحرارة أثناء عملية الدرفلة. عندنا الدرفلة على الساخن وهي الأكثر شيوعا بسبب الكمية الكبيرة من التشوه المطلوب. الدرفلة الساخنة هي عملية درفلة تتم عند درجة حرارة أقل بقليل من نقطة انصهار المعدن، مما يسمح بكمية كبيرة من التشوه. الدرفلة على البارد تنتج الألواح الجاهزة والألواح ويتم في درجة حرارة الغرفة. عادة ما يتم إجراء الدرفلة على البارد بعد الدرفلة على الساخن عند الحاجة إلى جودة السطح جيد، بالإضافة إلى إنتاج ألواح ذات سمك قليل، لأن الدرفلة على البارد تعطينا أو تسبب تقوية المواد. وفيما يلي بعض المنتجات الستيل المصنوعة في عملية الدرفلة. نلاحظ الشكل 3-9 اللي هو ستيل برودكت المصنوعة في عمليات الدرفلة. عندنا البلون يعطينا ستراكتشر شيب، والسلاب يعطينا البليت والشيت، والكويل والبلد يعطينا البار والرود كما موضح في الشكل. أنواع معامل الدرفلة. عندنا معامل الدرافيل الثنائية العالية المتعاكسة، وعندنا معامل الدرافيل الثلاثية العالية العكسية، وعندنا معامل الدرفلة الرباعية العالية تقليل قوة الدرفلة والطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى معامل الدرفلة العنقودية كلاستر. وأخيرا عندنا معامل الدرافيل التراجفية تاندم رود. عندنا الدرافيل الثنائية العالية، هذا أبسط ترتيب، يتكون من درفيلين علوي وسفلي تمر بينهما قطعة العمل. تتميز هنا الدرافيل بزخم منخفض نسبيا، وبالتالي يمكن عكس الاتجاه بسهولة، بحيث يمكن أن تمر قطعة العمل ذهابا وإيابا من خلال حامل الدرافيل. وبالتالي فإن الحركة العكسية المرتفعة تستخدم لتقليل سمك السباكة الكبيرة إلى ألواح رفيعة. وهنا تكون تحريك الأسطوانة العلوي والسفلي بمحركات منفصلة لتوفير حركة عكسية أسرع وأحجام محرك فردية أصغر. ومع ذلك فإن من الشائع أيضا استخدام كلا الدرفيلين مع محرك واحد عبر الجير بوكس. يبين الشكل أمامكم عملية الدرفلة في استخدام درفيلين، أي تكون اتجاه عملية الدرفلة بنفس اتجاه حركة الدرفيلين. يكون المعدن المراد تقليل سمكه بنفس اتجاه حركة الدرافيل. كما يبين الشكل رقم B أن حركة الدرافيل يمكن عكسها باتجاه ثاني لتقليل سمك المعدن المراد تقليل سمكه. النوع الآخر هو الدرافيل الثلاثية العالية العكسية، هنا يكون عكس اتجاه حركة المادة بعد كل شوط مع تقليل الفراغ بين الدرفيلين تدريجيا بين الأشواط كما مبين في الشكل أدناه، حيث تمثل العملية الأولى تقليل السمك إلى مدى معين، وبعدها تكون المرحلة الثانية لتقليل إلى سمك أقل من السمك الأول. الدرافيل الرباعية العالية لتقليل قوة الدرفلة والطاقة المستهلكة تستعمل درافيل صغيرة القطر، وبذلك يكون سطح التماس مع المواد المدرفلة أقصر، وهي أرخص من الدرافيل الكبيرة وسهلة التبديل، ومع ذلك فهي تتعرض للانبعاج الديفلكشن. لذلك تحتاج إلى إسناد إضافي يتم بالدرفيلين آخرين لتقليل الانبعاج، من هنا جاءت تسمية الدرافيل الرباعية. يستعمل هذا النوع لدرفلة الصفائح العريضة، حيث أن قيمة الانبعاج تكون صغيرة جدا. الدرافيل الترادفية
تتم درفلة المعدن هنا باستمرار من خلال عدد من المراحل ستانس مع تقليل سمك المعدن المدرفل. كل مرحلة تحتوي مجموعة من الدرافيل المسيطر عليها، ومجموعة المراحل هذه تسمى القطار الكران. ومع ذلك فإن سرعة المعدن الخارج من كل مرحلة يجب أن تكون مناسبة لدخول المرحلة اللاحقة، ويتم ذلك باستخدام أجهزة إلكترونية وحاسبات تسيطر على سرعة الدرافيل والحيز المفتوح بينها. يبين الشكل أمامكم عملية الدرفلة الترادفية تاندم رولز، حيث يوضح لكم الستاند 1 وال 2 وال 3 وال 4 اللي يمثل مراحل عملية الدرفلة. الدرفلة العنقودية، وهي الدرفلة التي تم تطويرها لعمل الدرفلة الباردة لإنتاج الصفائح الرقيقة من المعادن عالية المقاومة كما موضح في الشكل التالي. يوضح الشكل أمامكم عملية الدرفلة العنقودية لكلاستر رولينج ميل، حيث نرى أن عملية الدرفلة تتطلب أكثر من درفيل ومختلف القطر للوصول إلى السمك المطلوب.